ليه قناة مصباح في خضم طوفان القنوات اليوتيوبية الحاصلة الآن؟ أفضل طريقة للإجابة على السؤال إني أحكي لك قصة عمال المطبعة. تخيل معايا صديقي عملية طباعة كتاب فيه الوصفة السحرية للتقدم وللخلاص من كل أخطاء الماضي. كل سكان كوكب الأرض متفقين على صحة هذا الكتاب. أخيرا كل سكان العالم متفقين على شيء واحد. مشوا المطبعة يهرولون فرحا، ولكن الصدمة لقوا هناك يا صديقي فئتين من العمال راكبة راس شديد ومعطلين عملية الطباعة دي، وما فارق ليهم تقدم أصلا. فيها منهم بتقول الوصفة الموجودة في الكتب القديمة أحسن وما في تقدم إلا بالرجوع لها وبالتمسك التام بها، أمشي يلا من هنا ما في طباعة. وفيها تانية بتقول لا، ما في أي طباعة إلا الناس دي تموت، هم مقتنعين بالكتاب لكن لا، هدفهم الأساسي القضاء على الفئة الأولى دي وزوالها تماما. يسطى تقدم إيه اللي انت جاي تقول عليه؟ مستحيل يكون في أي تقدم والناس دي موجودة على كوكب الأرض. لو كنت يا صديقي المشاهد أو صديقة المشاهدة صاحب المطبعة أو مشارك في المشروع والنزاع الحالي بين الفئتين ديل واقف في طريق دخولك للتاريخ من أوسع أبوابه، أكيد هتبدأ تفتش عن حلول لفض النزاعات. وفعلا مع أول بحث على الإنترنت بتكتشف أن طرق حل النزاعات هي التحكيم، التفاوض، الوساطة، التوفيق، التقاضي، وتبدأ دراسة مميزات كل واحدة بسرعة كده. ما انت ما عندك زمن وعايز تدخل التاريخ، والتاريخ اكيد ما حيستناك. فبالنسبه لك الحل المنطقي اكتر كان الوساطه. ليه؟ لانها تمتاز بالسرعه والسلميه، وثالثا وهو الاهم اكتر واحده منهم بتضمن استمرار العلاقه بين طرفي النزاع، وده بالنسبه لك مهم لانك انت كمان محتاج للفئتين دي في مشاريعك المستقبليه. فاذا يا صديقي حتستقر على حل الوساطه وتبدا مباشره تتساءل عن وين ممكن تلقى وسيط متمرس في حل هذا النوع من النزاع، وتبدأ رحلة البحث عن الوسيط وتنتهي بسرعة يا صديقي وتلقى الوسيط المناسب اللي هيعرف على نفسه بعدين، لكن حسي هيورينا وجهة نظره بصورة عامة في النزاع. بعد تحليل هذا النزاع ودراسة الفئات المشاركة فيه والمعنية بالوساطة نجد أن سببه هو الراديكالية، فهي وعلى مر التاريخ كانت أهم ما يميز الصراع الديني اليساري في العالم العربي والإسلامي بالعموم وفي السودان على وجه الخصوص. فهي كانت وراء كل النزاعات الدينية والسياسية والاجتماعية المعروفة، والراديكالية كذلك ليست فقط حكرا علينا، فنجدها كذلك السبب وراء الكثير من النزاعات في أوروبا، ولكن هم وعلى عكسنا طووا صفحتها وتجاوزوها وحافظوا على وجود الراديكالية كسلوك إنساني، ولكن في المقابل نزعوا منها كل الأسلحة التي قد تحولها إلى ديكتاتورية مستقبلا. مشكلة الراديكالية يا أصدقائي تكمن في الراديكالية الخفية. معلش بس لو سمحت ما فهمت الجزئية. المعنى سيتضح أكثر مع هذا الرسم. هذه هي الفئة الراديكالية الأولى، يمين متدين ومتشدد، وهذه هي الفئة الراديكالية الثانية، يسار متحرر ومتشدد كذلك. يمكن أن نصفهم معا بالراديكالية الظاهرة والمعلنة. أما النوع الثالث من الراديكالية فيمكننا أن نصفه بالراديكالية الخفية وبطبيعة الحال الغير معلنة. يعني راديكالية واعية وغير واعية. صحيح، باعتبار أن هاتين الفئتين لهما أيديولوجيات واضحة ومعينة يدافعون عنها، وهذه الأيديولوجيات نجدها ملخصة ومشروحة في كتب ولها من يروج لها بطرق مختلفة. أما الراديكالية الخفية فهي لا تحركها أيديولوجيات معينة، بل هي مواقف شخصية يتبناها الأفراد كل على حدة، ويتخذ واحدة من هذه الصفات الثلاثة التالية كغطاء لراديكاليته الخفية. أولا صفة التعالي، وهذا الموقف يتخذه الأشخاص الذين يعرفون الكثير من المعلومات عن صراع اليمين واليسار، ولكنهم ينظرون لهذا الصراع على أنه صراع جدلي أزلي لا ينتهي فيرفضون المشاركة فيه، يعني يمكن أن نقول أنهم يتعالون عنه. الصفة الثانية هي صفة التعاطف، وهذا الموقف يتخذه الأشخاص الذين لا يملكون معلومات كثيرة وكافية عن الصراع، ولكن فقط يتعاطفون مع أي طرف من أطراف هذا النزاع بالتأكيد على حسب هواه وخلفيته المعرفية. هذا التعاطف إذا استمر وفي مقابله رفض للبحث والتنقيب وراء أهداف أصحاب النزاع الأساسيين سيؤدي بهذه الفئة وهم المتعاطفون إلى المشاركة في النزاع، بل بالعكس هذا النقص في المعلومات وعدم الرغبة في سماع الرأي والرأي الآخر ثم البحث عن كليهما ثم تكوين
تكوين رأي شخصي سيجعل من أعضاء هذه الفئة الهدف الأساسي للفئات الراديكالية الأساسية المشاركة في الصراع لتدعيم موقفهم. ثالثا، صفة اللامبالاة، وهذا الموقف يتخذه الأشخاص الذين ليسوا بالضرورة على علم بخلفية الصراع وليس لديهم أي معلومات عنه، ولكن هم أصلا لا يحبون المشاركة ولا في هذا النزاع ولا في أي نزاع آخر، ولا بالسلب ولا بالإيجاب، يعني منشغلين بأمورهم الحياتية والشخصية الخاصة. طيب، نفهم من كده انه مدام كده الناس كلها معنية بالنزاع، اذا من مصلحة الجميع انه احنا نلقى حل وسطي بين الفئتين دي. لكن السؤال، هل ممكن بالوساطة الناس دي فعلا تتفاهم وفعلا تقدر تتحاور واحد منهم يغير وجهة نظره ولو شوية؟ باعتبار انه ده من 7 مليون المستحيلات في العالم العربي الاسلامي يعني. والسؤال الثاني طوالي، هل ممكن باقي الفئات المشاركة بصورة غير مباشرة يحسوا بأهمية الدور الممكن يلعبوا في بناء مجتمعات بكرة ثم يقرروا يشاركوا في الوساطة؟ نعم ممكن، بل محتمل جدا أن توصلنا الوساطة لهذه المرحلة، فهي تعتمد بصورة مباشرة على الحوار المشترك، والذي يشترط فيه أولا الاحترام وحسن الظن، ثم أن يكون هدف كل فئة من الفئات الأساسية المشاركة في النزاع هو أن يفهم دوافع الطرف الآخر وطريقة تفكيره، ثم أن يلتزم بالبحث عن النقاط المشتركة بينهم، وأن لا يكون تركيزه فقط منصب على دحض الطرف الآخر. وهذا ما قد يساعد ويشجع الفئات المشاركة في النزاع بصورة غير مباشرة على تغيير موقفهم والمشاركة في الوساطة. بس يا أصدقائي، هاي وباختصار وجهة نظر الشخصية كوسيط اجتماعي وثقافي عن صراع اليمين واليسار في العالم العربي الإسلامي، حبيت شاركها معكم. وحبيت كمان أكد أنه هدول الخمس فئات مع بعض هم أعضاء في مجتمعنا ولازم نتعايش معهم. وكمان بدي أعيد وأكرر أنه إحنا هدفنا ما لازم يكون أنه إحنا بدنا تغيير الطرف الآخر، بل أنه هدفنا المفروض يكون أنه إحنا نفهم ونفهم كيف بيفكر وليش بيفكر هيك، لأنه هل الحل ممكن يكون لا رأي هذا ولا هذاك، بل حل مشترك بنارهم الاثنين مع بعض. سامع واحد هناك صديقي مشاهد ظريف كده بيقول طيب تعشى بيلوة عامل لي نفسك فيها فلسطيني وعملت القناة دي عشان تحل النزاع ده، لكن انت منو وبتعرف شنو وبصفتك منو زعت تحل النزاع ده؟ طب حس يا حبيبي، انت كان ممكن تسأل السؤال ده بطريقة إيجابية وظريفة. وبعدين يا أخينا، انت وجهة نظرك شنو في النزاع ده؟ وهل عندك حل ولا فكرة ممكن تشاركهم معنا؟ أنا كده خليني من أنا منو بخليك من فكرتي، لكن انت المينو وبعدين زادت ليه دار تحل النزاع متخليم. وبعدين على فكرة الناس دي بتاعين النزاع دي كلهم غلط وما ناكشين والبرنامج غلط. طيب واضح جدا يا أصدقائي إنه المواطن سلبي كالعادة، ما عنده أي إجابة، وإنتوا ما عندكم زمن لإجابتي له، عشان كده نجاوب له في الحلقة الجاية ونتكلم بكل تواضع عن مقدم هذا البرنامج العظيم وصاحب هذه القناة العظيمة جدا، بل والتي تعتبر الأعظم على الإطلاق، كما أن صاحبها من تواضعه الشديد جعل لكم زر للسبسكرايب موجود عندك هنا. يلا السلام عليكم.